هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد، متمنيا لأبناء مصر جميعا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق، ومعربا عن ثقته في أن يظل جميع المصريين شعبا واحدا يبني ويعمر وينشد الخير والسلام لأبنائه وللإنسانية بأسرها. هذا ويترأس البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ليلة قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك وسط حضور عدد كبير من قيادات الدولة والشخصيات العامة. من ناحية أخرى، تكثف قوات الجيش والشرطة إجراءاتها الأمنية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد بالكنائس. هذا وقد زار الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية، يرافقه الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأكد صبحي خلال الزيارة أن تزامن ذكرى ميلاد المسيح مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل إحياء للقيم السامية والمبادئ النبيلة، مؤكدا أن مصر بنسيجها الوطني القوي ستظل نموذجا فريدا وموطنا للأديان ورمزا للتسامح. واستعدادا للاحتفالات في المحافظات، تشهد مدن البحر الأحمر إجراءات أمنية مشددة لتأمين الكنائس والأديرة القبطية، حيث أغلقت أجهزة الأمن بالغردقة بالتنسيق مع إدارة المرور شارع الكنيسة بالحواجز المرورية من الاتجاهين وتحويل الحركة المرورية لطرق بديلة، بالإضافة إلى دورية ثابتة ومتحركة للمرور على الكنائس. للمزيد من الأوضاع الأمنية بجنوب سيناء والاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد، تنضم إلينا مراسلتنا رانيا كمال. رانيا، ماذا عن يعني الأجواء في من الاستعداد الأمني وأيضا لاستقبال الأعياد والاحتفالات بعيد الميلاد المجيد؟ أنهت كنائس جنوب سيناء استعداداتها لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد المقرر الاحتفال به مساء اليوم، وتزينت جميع جدران الكنائس بأوراق وأشجار الزينة والأضواء استعدادا للاحتفال في وسط إجراءات أمنية مشددة. وتم إعلان حالة الاستنفار القصوى في كل مدن محافظة جنوب سيناء من طابة وحتى رصد، مع زيادة أعداد أفراد الأمن في الكمائن لنشر دوريات مكثفة على الطرق السريعة والدولية. وفي العاصمة طول سيناء شددت قوات الأمن وجودها على جميع مداخل ومخارج كنيسة موسى النبي وماري مرقس وغلق جميع الشوارع المؤدية إلى الكنيسة، مع وضع بوابات رئيسية إلكترونية للكنيسة والسماح للمواطنين بالمرور عبر البوابات الإلكترونية. وفي شرم الشيخ قام خبراء المفرقعات بتنسيق محيط الكنائس من الداخل والخارج من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن المفرقعات، خصوصا أمام الكنائس الشهيرة والكبرى مثل كاتدرائية السمائيين. كما تم منع وقوف أي سيارات أو دراجات بخارية أو عربيات بجوار الكنائس. تمام، شكرا لك رانيا كمال مراسلة النهار اليوم، كنت معنا هاتفيا. ومن أسوان، أكد مدير الأمن اللواء عمر ناصر في تصريح خاص للنهار اليوم أن هناك خطة أمنية متكاملة وحالة استنفار تامة في محيط الكنائس على مستوى مدن ومراكز المحافظة، علاوة على انتشار الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق الصحراوية والزراعية والشوارع الرئيسية على مدار الساعات وتواجد خبراء المفرقعات. هناك خطة تأمينية كاملة لتأمين دور العبادة الكنائس في يوم 6 ويوم 7 وفي الايام العاديه تماما بيتم التامين، ولكن هناك حاله استنفار تام للخطه التامينيه ابتداء من مركز ادفو الشمال لحد مركز ابو سنبل في الجنوب. هناك خطه تامينيه محكمه موضوعه على مستوى المديريه. وللمزيد حول الاوضاع الامنيه بمختلف المحافظات نبدا من اسوان، وينضم الينا مراسلنا محمود جاد الكريم. محمود، ماذا عن اجواء استقبال الاعياد في اسوان؟
تسمحي لي استاذ عمار وانا اتقدم بالتهنئه لاخواننا المسيحيين بمناسبه عيد الميلاد الجديد. استاذ عمار، كاميرا النهار اليوم تجولت اليوم بمحيط عدد من الكنائس في مدينه اسوان، شاهدنا خلالها اجراءات امنيه مشدده ومكثفه من قبل رجال الشرطه والجيش، حيث تم وضع الحواجز الاسمنتيه والحديديه بمداخل ومخارج تلك الكنائس، وايضا تم تخصيص بوابتين الكترونيتين في مدخل كل كنيسه، واحده للرجال واخرى للسيدات، علاوه على تواجد سيارات الاطفاء والمفرقعات على مقربه من الكنائس. استاذه مروه، شاهدنا ايضا دوريات امنيه من قبل رجال الشرطه والجيش تجوب الشوارع الرئيسيه والفرعيه بمدينه اسوان، وكاميرا النهار اليوم ايضا توجهت ظهر اليوم للطريق الزراعي السريع اسوان القاهره، وشاهدنا عدد من الاكمنه الثابته والمتحركه، حيث تتم عمليه تفتيش السيارات المغادره والقادمه لاسوان. وكذلك الامر بالنسبه للطريق الصحراوي الغربي والمزود برادارات السرعه واجهزه كشف عن متعاطي المواد الكحوليه والمخدره. استاذه مروه، التقت كاميرا النهار اليوم باللواء عمر ناصر مدير امن اسوان، واكد لنا ان هناك خطط امنيه محكمه تم وضعها وتنفذ على ارض الواقع بنسبه 100% في ادكو وكومومبو وضراء وابو سنبل. وايضا اكد لنا ان رجال الشرطه كلهم حماس وقوه وعزيمه، ولديهم الاصرار الكامل على توفير الامن والطمانينه. تمام، شكرا، شكرا جزيلا لك مراسل النهار اليوم من اسوان محمود جاد الكريم. وننتقل ايضا للزميله لولا عطا من اسيوط. لولا، ماذا عن استعدادات استقبال اعياد الاحتفال باعياد الميلاد المجيد؟ نعم، بداية نهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. وفي أسيوط لا يختلف الحال ربما عن معظم محافظات مصر في استعدادها وفي حالة الاستنفار القصوى التي عدتها مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاستقبال العيد. أيضا في الكنائس، أقامت الكنائس مداخل الأبواب الرئيسية لها لاستقبال المعيدين لتسهيل دخولهم وخروجهم، خاصة مع زيادة الأعداد، فيما انتشرت لافتات الترحيب والتهاني بالعيد من قبل الشخصيات العامة المسلمين والأقباط على أبواب الكنائس. أيضا قوات الأمن، أكد مدير الأمن اللي هو عبد الباسط دنكل أن أكثر من 3000 ضابط ومجند وشرطي من قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية والأمن الوطني استعدت لتأمين المنشآت الشرطية والكنائس، وتم بالفعل تعيين خدمات أمنية مشددة على مداخل ومخارج محافظة أسيوط. نعم، شكرا جزيلا لك لولا عطا مراسلة النهار اليوم من أسيوط.